ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. كلمات قالها الشافعي وعاشها النجم الأرجنتيني مع اقترابه من تحقيق لقب دولي جديد مع بلاده، قد يكون الثاني في كوبا أمريكا والثالث توالياً مع كأس العالم. بعد سنوات دولية طويلة من الحسرات والخسارات، اقتربت من أن تختتم كأحد أفضل الروايات في عالم كرة القدم. ميسي الذي يلعب مباراته القارية الأخيرة كما سبق له أن قال، يسعى للخروج منها مرصعاً بلقب من ذهب، لكنه يعلم في الوقت ذاته بأن الأمر لن يكون بتلك السهولة في مواجهة منتخب كولومبيا خلال المباراة الختامية. برأيك، هل يتوج ميسي بلقب دولي جديد مع الأرجنتين؟